كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي وفقنا لهذا العمل الخيري، وفق هاد الساكنه هذه لهذا العمل هذا. قبل كنا كنشوفوا الاقامه، وربما تشوفوا التصاور، كانت واحد الاقامه في حاله يرثى لها، كان هنا الحمري، كان ولا باساج ديال عباد الله، كان ولا مع من هبا ودب ولا كيدخل الاقامه، ولا ولا ولات نقطه سوداء داخل المنطقه. دابا الحمد لله بفضل واحد المجموعه ديال الساكنه اللي خدات البديره بيديها وخدات على عاتقها انها تخدم هذه الاقامه، يعني وتعطي لهذه الاقامه وترجع لها المستوى اللي كانت فيه واللي خصها تكون فيه. كيف ما كنلاحظوا تغيير كبير كاين تغيير على الصعيد الحديقه اللي ولات. كنا كنشوفوا الحمري، ولينا كنشوفوا الربيع، ولينا كنشوفوا الخضوره، ولينا كنشوفوا وليداتنا كيلعبوا، ولينا بكل امان وبكل اريحيه، ولينا كنشوفوا عيالات وعائلات كيجلسوا وكيهبطوا، وكنولوا متنفس اللي كما قلت بانه هذا المتنفس ما كاينش عند بزاف الاقامات اللي كيسواو. وهنا كنتكلموا على واحد ما يقارب 1400 شقه. ملي كندويو على 1400 شقه يعني راه كندويو على واحد 6000 ولا 7000 ديال البشر اللي كتواجد داخل الاقامه. يعني راه مدينه، راه وكما كيطلق عليها اقليم السلام، راه ماشي كتقول اقامه السلام، انما يطلق عليها باقليم السلام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.